إلى الأستاذة الدكتورة عواطف أبو شادي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. لما ولد الإمام الحسين عليه السلام استبشر به رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال في حقه كلاما كثيرا. من استبشار النبي صلى الله عليه وآله بميلاد الإمام الحسين، كيف تصفين لنا فرح الأمة واستبشار الأمة واحتفال الأمة بمولد الإمام الحسين عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فرح النبي بمولد الإمام الحسين عليه السلام كان هو فرح إلهي، لأن هذا السبط عندما أعطي للنبي أعطي له ليس كنبيا ولكنه كرسول وقائد أمة. ذلك السبط فرحت به الأمة كنتيجة لفرح النبي به. هذا الفرح لم يكن فرحا بمولود عادي، ولكنه فرح بمولود له مكانة عرف بها قبل أن يولد، فهو أحد خمسة أصحاب الكساء. هذه واحدة. ثانية، هو المقرب إلى الرسول. ثالثا، هو حب الرسول يقاس بمدى أنت تحب الحسين كيف، وهنا المقربة من الرسول صلى الله عليه وآله، وإذا اقتربت من الرسول فإنك تقترب من الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي بقى هذا الفرح كيف نحوله إلى فرح إيجابي. هذا ما علمه لنا الرسول، أن هذا الفرح بالحسين يجب أن يكون مقدمة لنصرة هذا الدين الذي سوف يجدده الحسين، لنصرة ثورة الحسين. هذه الثورة الحسينية لم تكن ثورة خروجا على حاكم، لا أبدا، إنما هي كانت ثورة تصحيح مسار تحدد أن هذه الأمة قد انحرفت قليلا وأنا لها أن تعود إلى المسار الإلهي النبوي. هذه الثورة التي ولد من أجلها الحسين وبعث من أجلها ابنا وصبطا للنبي صلوات الله عليه وآله، هذه الثورة لم تكن ثورة الحسين فقط، ولكنها كانت ثورة الأمة ممثلة في شخص الحسين. هذا الاحتفال بذلك الصبي السائر الواعد ستجده عند الأمة سواء كانت شرقية أم غربية، ولكننا إذا اتجهنا إلى الأمة المصرية وإلى الشعب المصري هناك خصوصية، فأهل البيت لهم من التكريم والاحترام والمعزة والتوسل واللجوء ما لا تجده عند غيرهم. وهذا إن أوضح فإنما يوضح ما ليس فقط مكانة أهل البيت وعظمة النبي في الوجدان المصري، ولكنها أيضا مكانة وثبوت وتثبيت ورسوخ ذلك الدين الإسلامي الذي أنزله الله على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله. فالاحتفال ليس احتفالا بسبط للنبي، ولكنه احتفال إلهي بدين نزل على نبي سيجدده سبط له. وهذا ما نعتقد أننا نراه. دكتور